جينا أولا باش نلتقي وباه نسمعوا بعضنا ونسمعوا وجهة نظر بعضنا، ومصممين أننا نخرج بوجهة نظر متقاربة، ربما إن شاء الله تكون رسالة سلام لكل الجزائريين. فكرة إنقاذ الجزائر ستأتي من إنسان صالح، وستأتي من إنسان كذلك رجل خير ووطني. فنحن كشباب نأمل أن تكون هذه المبادرة من خلال هذه الوجوه النيرة من مختلف ولايات الوطن والجزائر واللادة يعني. وما هي إلا مبادرة من طرف شباب يحاولون عن طريق مجهوداتهم العلمية وكفاءتهم وخبرتهم الميدانية تجسيدها على أرض الواقع من خلال مجموعة من المبادرات التي يمكن من خلالها عرض آليات وميكانيزمات الحل أو حلحلة الأزمة على أرض الواقع بدراسات ربما تكون ميدانية. أملنا ما هي السياحة السياسية أنه يخرج على الأقل الخطوة الأولى اللي توصلنا الانتخابات الرئاسية، وهذا المخاخ الدكاترة والخبراء والناشطين السياسيين وحتى الممثلين تاع اللي كيقول هذوك تاع الجيش كيقول تعبئة ولا كيقول عيطوا له يا تعبئة، كل الناس راهم حاضرين، المجاهدين معنا كاع اطياف المجتمع.